انطلقت صباح اليوم فعاليات البطولة النسائية التي تستهدف تمكين المرأة المصرية برعاية المجلس القومي للمرأة من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع، وذلك تحت سفح الأهرامات بالشراكة مع بعض الشركات الخاصة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. في خطوة لتقديم الدعم الكامل للمرأة، افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات البطولة النسائية التي أقيمت بمنطقة الأهرامات وسط حضور كوكبة من الشخصيات الداعمة لقضايا المرأة. أنا سعيدة طبعا في وجودي النهاردة في قلب الأهرامات، وبنعلن عن مسابقة أو بطولة نسائية بين شركات القطاع الخاص وفرق نسائية من مختلف القطاع الخاص. تطلع البطولة هتبدأ يوم 21/9، بنعلنها النهاردة في شهر المرأة. وتشارك في هذه الفعالية عدد من الوزارات المعنية والجهات الدولية المتخصصة ومنها هيئة الأمم